أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بعد العيد وأولى أيضا من برنامجكم ضيف سامراء. ضيفنا اليوم هي من الخبراء الأقلية أو من الأقلية النسوية، خلينا نقول في مجال الاقتصاد. رحبوا مع أحبتي الكرام بدكتورة سلام اسمي ياسين. دكتورة سلام مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وأشكر قناة سامراء على هذه الاستضافة. شكرا لك، وأهلا بك لأول مرة في قناة سامراء. إن شاء الله تكون البداية. إن شاء الله. أنت ضيفة على سامراء؟ أتشرف. أم أقصد على المدينة وليس على القناة؟ نعم أعرف. أم أنت بنت العراق كلها يعني؟ أنا طبعا بنت العراق، ولكن سامراء لها خصوصية. سامراء لها رمز تاريخي، رمز ديني، رمز ذو أصول تتمتع بالعراقة، بحيث تكون هي وحدها بصمة، ولذلك لا يمكن لسامراء أن تكون تابعة لمدينة أخرى ولا لمحافظة. سامراء هي لوحدها سامراء ويكفي. جميل جدا. بداية اليوم تحملينا بالأسئلة، تفضلوا. لا بالعكس. من هي سلام سميسم ولادة نشأة؟ أنا سلام عبد الكريم سميسم، من مواليد 1959. النساء ما يقولون مواليد مدارين. لا لا، أنا أقول ما عندي إشكالية بي. وولدت في عائلة أفتخر أنه عائلتي على قتل، لكنها عائلة مثقفة، كانت دائما لها فد بصمة في الأوضاع اللي يصير. ولادتك وين تحديدا؟ في الأعظمية. نعم. وبعد ذلك تربيت في الكاظمية، انتقلنا للكاظمية وكملت بها الدراسة وكملت في بغداد. أنت أصولك نجفية؟ نجفية نعم. أي سنة سكنت الأعظمية أم والدك سكن الأعظمية؟ لا، والدي كان ساكن الأعظمية بعد وفاة جدي. أنا جدي كان المرجع، وكيل الوحيد للمرجع السيد أبو الحسن الأصفهاني في ذلك الوقت. ولما توفى جدي وهو أيضا قاضي، انتقلوا إلى بغداد لأن دراساتهم كلها كانت في بغداد، وسكنوا قرب المقبرة الملكية، وظلوا من سنة 48 إلى 60 هم في هناك في الأعظمية. أنت هسه عظماوية على كاظمية على نجفية؟ إيه، على نجفية، على كل شيء. ولذلك أفتخر أنني أجد في كل مكان من العراق إلي جماعة، يا يكونون أقرباء يا أصدقاء يا نسابة، ولذلك أحسب كل العراق أهلي. جميل جدا. لكن صراحة حنينك الآن، أي هسه اليوم أنا بصراحة مو جاي هسه على البرنامج بالطريق، نعم، مشغل على البصرة أسمع وكذا، فيبقى حنين البصرة أبكي. أي صح. أنت وين تبكين؟ على أي مدينة بصراحة؟ الكاظمية. كاظمية، وبعد ذلك الانتماء المعنوي النجف، حتى أني من رشحت بالانتخابات رشحت للنجف، لأنني أحس أنه النجف يعني جذوري، وأحس لأنه لا سيما أنه أنا ربتني جدتي لوالدي، فزرعت في هذه المدينة. حتى أنني مرة في مادة يسموها التخطيط العمراني، طلبوا من عندنا مدن إسلامية، حددونا أربع خيارات: القاهرة، القدس، بغداد، النجف. أنا اختاريت النجف، كتبت فيها وصف، الوصف أخذ من عندي دفترين امتحانية، وأخذت جيد جدا عالي فيها. تذكرين إيش كتبتي دكتورة؟ أي كتبت عن أزقة النجف اللي هي تمثل حدودها الأربعة: الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكيف أنه هذه هي كأي مدينة إسلامية قديمة، كانت دائما هنالك مركز، والمركز يكون هو الجامع الذي تتعلم فيه المدينة. وهذه فكرة قديمة من أهمية الجامع. وإذا تشوف الآن حتى سامراء هي المركز اللي هو المرقد، وكلها تكون حوله، وأول ما شيء يبدأ هو الأسواق، وبعد ذلك تتوسع البيوت، تأخذ اتجاهات. هذه هي كانت المدينة، وكان هنالك سور المدينة اللي لحد الآن ما زالت آثار المعنوية. يعني أنا أحكيها بصراحة أنه إحنا أهل النجف لا نعد من أتى من خارج السور ابن المدينة نجفيا. أي أبداً. نقول من داخل السور من خارج السور. أنت من داخل السور؟ من داخل السور، من العوائل العريقة نعم فيها. ليش؟ لأنه ذول اللي داخل السور كان لهم دوراً، كان لهم دور ريادي وأساسي في الدفاع عن المدينة ضد الهجمات. هجمة تعرضوا لها من خلال هجمة الوهابيين لها، وهجمة أيضا من الإنجليز. عندما حوصرت النجف، وهنالك عائلة من عائلات النجف أحدثت ثلمة، إحنا نقول
فلحد الآن هذا المكان موجود في سور النجف. سور ذهب يعني، مع الأسف إحنا يعني دولة ما تعتني بآثارها. مو ابن عمك لواء اسمه اسم كان هو يعتني بالآثار مو نجفي. هي بعد تغلب المصالح واتجاهات الدولة أصلاً. التقصير من الوزارة من الدولة نفسها اللي ما تهتم بالآثار. اليوم إحنا نصرخ على أحواز لازم على أهوار عفوا لازم نهتم بيها. وإحنا أساسا من البداية ما اهتمينا بيها. ما اهتمينا. مو هي يا دكتور هذه رؤية، كيف ترى نفسك؟ يعني مثلا في الدول الغربية بناية لها 50 عام هذه مبجل هذا. طيب إحنا شارع الرشيد اللي هو أثر تاريخي، أثر تاريخي منذ بدايات القرن الماضي، هنا جلس فيصل الأول، هنا كذا، هنا هذا مهتمين به. يعني إحنا أمة لا تعتني بحضارتها، وحتى رموز حضارتنا اللي هم مثلا العلماء والأجلاء والشعراء، شوف كلهم يموتون في ظروف تعسة وفي بطون النسيان، بعدين نتذكر فلان كان مبدعا، فلان كان شاعر، نظن نتحسر عليه، نتحسر عليهم. جميل جدا. لكن أنت وين درست الابتدائية؟ في مدرسة المعرفة النموذجية في الكاظمية. في الكاظمية. نعم. والثانوية؟ الثانوية في شارع فلسطين، في متوسط فلسطين، وثانوية القناة أيضا في شارع فلسطين، وبعد ذلك كملت في جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد. أنت اختاريت الاقتصاد؟ أنا اختاريته. الإدارة والاقتصاد المعدل حكمني فيها. نعم. لكن عندما ذهبت كلهم كانوا يتوقعون لأني علمي أن أدخل إحصاء، لكن أنا أردت الاقتصاد. حتى أتذكر لجنة المقابلة سألوني قالوا لي ليش اقتصاد الطبين، وإحنا كانت دورتنا أول سنة التخصص، هاي كانت أول دورة، لأن كان في البداية أنه يدرسون عام ثاني سنة التخصص. فقلت له للأستاذ، قلت له دكتور أريد أعرف ليش يصعد وينزل الدولار، تذبذب الدولار. التذبذب الدولار كان هذا فكري، أنه أنا أردت اقتصاد أرد أعرف. وعرفتي بعدين ليش يذبذب الدولار؟ طبعا. ليش؟ هو عرض وطلب كأي سلعة، الدولار النفط كلها سلع كلها تخضع للعرض والطلب، وتجي السياسة تلعب بعامل العرض أو تلعب بعامل الطلب. يعني اليوم إحنا فجأة صعد عندنا الدولار أعتقد اليوم 130 أو 129. نعم. بسبب العرض، العرض والطلب. العرض يعني مو والطلب. سياسة الحكومة اللي هي لا، هي المشكلة أنه لما تكون سياسة الحكومة تفقد السيطرة على سعر الدولار. تعتقدين الآن ممكن إحنا في العراق الدولار يصعد إلى يوصل 200-250 مثل قبل الاحتلال؟ ممكن، ولكن أعتقد الظروف ما راح تكون، لأنه ظروف العراق الآن ليست كظروفه من قبل. الآن نتكلم بصراحة، ظروف البنك المركزي وإدارته ليست محصورة بالإدارة فقط، وإنما هنالك جهات أخرى تمارس معه الإدارة، وهي البنك الدولي، صندوق النقد الدولي تحديدا. إيه إحنا ربما نجي بعدين على صندوق النقد الدولي. إيش قد جبتي معدل بالجامعة؟ أنا مو معدل لي ما يكون عاليا بدرجة كافية، كان يمكن 71-72. لكن في الماجستير كنت الأولى على الدفعة. والدكتوراه؟ الدكتوراه كذلك. عندك دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وفي نعم فلسفة الاقتصاد. الاقتصاد واحدة من معهد اتحاد المؤرخين معهد التاريخ العربي، فأخذتها في السياسة المالية في الفكر الاقتصادي الإسلامي. ودراسة لمرحلتي يعني لفترة الرسالة، عهد الرسالة اللي هو عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأني أؤمن أنه بعد ذلك انتقل الإسلام فأصبح دنيويا. في تلك المرحلة كان هو فعلا الإسلام الحقيقي. ها جميل. إذا نعم. وصلت إلى شيء من في دراستك؟ في كل هاي السنوات اللي أنا درست فيها الإسلامي وما زلت أصر على فكرة معينة، ليس الخلل في الفكرة الإسلامية أيا كانت الفكرة الإسلامية، ولكن الخلل دائما في التطبيق، لأن التطبيق هو تطبيق بشري دنيوي، أنا وأنت ناس عاديين نحتمل الخطأ ونحتمل الصواب، لكن الفكرة الإسلامية هي فكرة منزهة منزلة من الخالق وما فيها غلط، الخلل فينا نحن كبشر. جميل. بقيتي يعني بعد ما تخرجت من الدكتوراه درستي في الجامعة؟ لم أدرس في الجامعة، لأني أصلا قبل الدكتوراه كنت قد أقلت من جامعة الكوفة، وظليت بعدين وراها إلى السقوط. بعد السقوط والتغيير أقلتي النظام. بسبب ما صرفت لهم
وهالسهم ما مصرفت لهم؟ إيه أنا أعتقد أنني يمكن هذا في وجود عنصر المشاغبة أو كذا. لا أنت قوية على جدتك، أنا هكذا قرأت عنك. نعم يمكن هذا شيء. أنا لا أجيد السكوت، ولا سيما السكوت على الظلم، وهذه مسألة تجعلني دائما في كل وظائفي علاقتي معهم من هم دوني جيدة، ومع من هم أعلى مني تكون سيئة، لأني لا أجامل في الحق أبدا أبدا. طيب يعني الآن أنت قلت من جامعة الكوفة، وأيضا بعد الاحتلال عينت في وزارة الدولة لشؤون المرأة كمستشار اقتصادي، وبعدين ظليت أهمش لا أمارس دوري ولا أحد يلجأ لي ولا. ليش ما رجعتي على الجامعة؟ الجامعة تطلب مني أن أرجع خارج بغداد، وأنا عندما أرجع من خارج بغداد يجب أن أرجع جامعة الكوفة. جامعة الكوفة ذهبت إليها فكنت شاهدا غير مرغوب فيه. شاهد على ماذا؟ على تغير الوجوه، من كان يرتدي الخاكي أصبح إسلاميا، هذا شخص غير مرغوب به. فلذلك كان يجب أن أبعد، ولذلك أحتفظ بوثيقة تاريخية هو تزويدي بكتاب عدم الحاجة إلى خدماتها. فذهبت إلى بغداد ورجعت إلى مجلس الوزراء، كنت في مجلس الوزراء خبيرة اقتصادية. خبيرة اقتصادية. يستشيرك دائما في؟ أبدا ولا شيء. ميزانية؟ أبدا لم أستشر بأي شيء. وللعلم الآن أنا بيتي في بغداد قرب كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية، عمري لم أدعى، وهي الكلية اللي حصلت منها دكتوراه، لم أدعى لا إلى مؤتمر لا إلى مناقشة فيها، ولم تبعث لي أي شهادة خبرة أو اطلاع على رأي. لكن سلام سميسم، تلك المرأة والخبيرة اللي أعتقد اختصاصك أو كشخصك كشهادتك ما قلة منها في العراق. إيه كامرأة. إيه لكن لا يريدوني، فأنا لذلك صنعت مكانا لنفسي من خلال الإعلام، من خلال الكتابة، المشاركة في المؤتمر. أنا أشارك بشخصي أنا. بشخصك. أنت بقيتي كم في رئاسة الوزراء؟ من 2004 إلى 2011. مدة طويلة. إيه تنقلت بعدين في مكاتب الوزراء اللي هي بين وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وزارة الدولة لشؤون يعني المحافظات. أنت كنت في زمن منذ البداية، منذ تعينت من الجعفري والمالكي. والمالكي نعم. في أي وقت تعتقدين أن العراق انتعش اقتصاديا من هذه السنوات اللي أنت؟ في وقت الدكتور علاوي فقط؟ هاي كم شهر. ما هو السبب؟ كان السبب أنه فتحت الأبواب، كانت هنالك إدارة المرافق الاقتصادية بطريقة منفتحة أكثر، لم تكن الدولة قد عبئت بهذا الترهل الإداري، بحيث أنه بدأت تعرف التعيينات، كل من يجي ويجيب جماعته ويجيب كذا، وهذا لم تنتشر آنذاك، لم يعني كان بعدنا ما واصلين إلى مرحلة تزوير الشهادات وتزوير الدرجات الوظيفية وتزوير التاريخ النضالي، وقاموا يجون على سنوات خدمة أخرى ويأخذون رواتب ويأخذون امتيازات. هذه كلها ما كانت موجودة، هي كم شهر لكنها كانت جيدة. يعني أتذكر حتى إحنا كنا مجلس الوزراء، التعيين كان يتم بمقابلة وشبه اختبار، يشوفونا نعرف الإنجليزية لو لا، نعرف نستعمل كمبيوتر. إيش قد كان ينطش راتب إلى أن طلعتي؟ أنا إلى أن طلعت لا تبدلت الأمور، كان راتبي لذلك مثل راتب أستاذ جامعي، يعني مو أكثر من هالشي، بس لأنه عندي درجتي خبير وهذا. لكن من قلت للتقاعد لا، راتب تقاعدي، راتب تقاعدي كموظف وليس كأستاذ جامعي. ما هو هاي؟ لأن أنا طلعت بدرجة وظيفية، رغم أنه أنا طلعت بدرجة خبير ودرجة أولى، لكني لست بدرجة خاصة. الدرجات الخاصة هذه هي كارثة الموازنة العراقية، هي التي تمتص أموال النفط منذ 2004 لحد الآن. لحد الآن. ولذلك أنا كم درجة خاصة في العراق يعني موجودة علمك؟ أنا ما أعرف إيش قد، لكن يكفي أن أقول لك أنه لدينا 753 وكيل وزارة. وكيل؟ أي أول وثاني وهذا. أي وهذه الأشياء وذول حتى المتقاعدين منهم، وعندنا 450 مدير عام. يعني
يعني بس قولي لو كان عندنا هذا الفعل هالعدد مفعل كان على الأقل البلد ما وصل هذا حاله. إذن أنت الآن تعزين سبب الوضع تردي الوضع الاقتصادي هو وجود وكلاء وزراء ماكو داعي لهم، وزراء عامين أيضا ماكو داعي. هذه هي مثل ما نقول إنه شريحة للدراسة تستقرئ منها أساس المشكلة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الدرجات الخاصة لهذه الشيء في هذه الوزارات هي على هذا المستوى، فكيف تنتقل إلى مفاصل الأداء الإنتاجي الأخرى؟ يعني إحنا هو هرم وابدي أنت أنزل وتجد السبب معروف للأداء والإنتاجية. طيب بعد أنت تقولين أن فترة الدكتور رياض علاوي كانت هي أفضل فترة اقتصادية خلينا نقول للعراق، لكن ماذا حدث في فترة السيد الجعفري وماذا حدث في فترة السيد المالكي؟ بدأت ميزات. أولا هم يعني الدكتور الجعفري وما تلاه هم تابعون لحزب، وعندما يتبعون لحزب يخضعون لسياسة معينة. أنت لست حزبية؟ لا لا قبل لا من قبل ولا من بعد أبدا. ويمكن هي هاي المشكلة، إنه صعوبة ال تكييف أو الانصياع هذا الشيء. يعني إحنا قبل أن هذا يعني اليوم إذا كخبير أول بمثابة سلام سميسم ليس منتمي إلى حزب فإنه يركن جانبا طبعا، وحتى ما حد يعرف عنه أبدا، بينما ربما في الدول الأوروبية والأخرى تتلقفه. أي يعني ماذا أقول لك، يعني إنه جماعتنا أساتذة في التهميش، اختصاص في التهميش. جميل، نعود إلى يعني الفترات. فقضية الحزبية الموجودة مثلا ادعت أنه تجمد الناس اللي ما تابعة لهم، ما تابعة لهم مو كحزب فقط، وإنما آلية العملية السياسية اللي هي كانت وما زالت تخضع للمحاصصة. أنا لو انطيت سلام درجة خاصة هي تبع من؟ ما هو لما ينطي درجة خاصة لازم هو هم يأخذ درجة خاصة. فلذلك أنا بالعكس كان عندي درجة خاصة سحبت مني وأعطيت لآخر. من؟ ما أعرف يعني يعطوها الآخر يقسموها، يبقى هذا اللي يقسموها إلى من ضمن الأحزاب الكردية، الأحزاب السنية، الأحزاب الشيعية، بعد ما نعرف. فأنت من يأخذوه منك، وإنما ذولا لما أجوا بدوا يقسمون على المحاصصة فعلا. لكن ما هو سبب اليوم التردي الوضع الاقتصادي اللي اليوم احنا نعيشه، مع انه فترة المالك الاولى الولاية الاولى كانت فترة منعشة؟ نعم تحسنت اسعار النفط لانه كانت في البداية السبب الرئيسي، والاسباب الاخرى احنا الفرعية المشكلة احنا المشكلة اولا دولة استهلاكية، ثانيا دولة تقوم ريعية تقوم على النفط، ثالثا هذا النفط اللي اخذناه مثلا الان في البلدان النفطية مثل الامارات تأخذ النفط لكنه تصنع تفتح بمجالات أخرى. الإمارات شنو هي؟ مثلا قامت على صناعات معينة في جبل علي اسمها إعادة التصدير، تستورد شيء رخيص تعيد تغليفه وكذا وترجع تصدره. خلق أكو طبعا. هذا إنتاج باكر عقبة لو نضب النفط ما تموت جوع. لكن العراق شوف اليوم نزل سعر النفط تأثرنا، انهدمت الموازنة. طيب احنا الان كيف احنا نستطيع ان نحول هذه البلد الريعي الى بلد زراعي صناعي؟ يعني ليس امامنا الا فتح المجال للاستثمار والاستعانه بالقطاع الخاص. احنا بالعكس نفرنا القطاع الخاص. يعني هيئه الاستثمار كان انا كنت من الناس اللي حطينا القانون مالتها وسعيت بها من البدايه، كان من المفروض أن تكون هيئة ترويجية تستجذب المستثمرين عراقيين أم غير عراقيين إلى العراق لكي يستثمروا. أصبحت هي هيئة قمعية تطرد المنافسين، تخلق هاي الأجواء الحكومية وفي محاولة لامتصاص هؤلاء وتحويلهم إلى جيوبها الخاصة. هذا خطأ. ليس هنالك من بلد يقبل الناس على الاستثمار فيه لم يتمتع بمناخ آمن اقتصاديا وليس آمن سياسيا. صح الأمن السياسي مهم،
لكن هنالك الأمن الاقتصادي. لكن الأمن السياسي أيضا هو ينعش الأمن الاقتصادي. بالضبط. لكن الآن حتى لو وفرت أنت أمن سياسي، لكن أنت ما موفر حماية اقتصادية للناس، ما تجي تستثمر. من ضمن هاي الحماية الاقتصادية كيفية نقل الأموال، كيفية التعامل، الخطوط اللي تصير بها يعني الآن ليس هنالك من مثل نقول السهولة بمكان أن تنقل أموالك وأن تتعامل بشفافية في العراق. أولاً هنالك العصابات، ثانياً هنالك الرشاوي والفساد والمعاملات المعقدة. الدول الآن التي تستجذب المستثمرين تركيا مثلاً، هونغ كونغ، الخليج، تتبارى في سرعة إجازة المستثمر. يعني هنالك الآن معايير دولية، دول ضربة الرقم القياسي أنه في 48 ساعة تعطيك إجازة استثمار. في العراق سنة وما تحصل إجازة الاستثمار، عدا الرشاوي اللي تكلفك إياه. إذن شنو شغل الوزارات بهالحالة؟ من نجيب إحنا وزير صحيح؟ نانا القضية. إذن إحنا لما قلت لك أنه واحدة من الأشياء في 2003 انتهى النظام، كان في العراق حوالي 1,400,000 موظف. الآن في العراق ما يقارب 5,000,000 موظف مع تردي الإنتاجية. إذن هؤلاء عبء على الدولة ومو إنتاج. رفعوا شعار النافذة الواحدة للاستثمار، ولكن هل طبق فعلا؟ لا، لم يطبق. النافذة الواحدة توجب أنه المستثمر لما يجي أنه يقعد يقدم أوراقه في نافذة واحدة وينفذ كل الأشياء. هل طبق هذا الشيء؟ لا. وإذا طبق فهو مطمئن على أساس الإحالة الأول كذا والهذي، برايح قاعد بالبيت يسمع أنه صارت الغير ناس ويبدأ تبدي عملية الابتزاز. أي مستثمر يستثمر في ظل هكذا أجواء؟ إذن السبب الرئيسي من الحكومة طبعا، وليس يعني حتى اليوم هناك وضع اقتصادي مزري في العراق. نعم. ما نعرف من السبب. قسم يقولون سيد المالكي ضيع الميزانية. طيب 1,000,000,000,000 وين راحت؟ هي هنا الكارثة. هنالك مسألة مهمة، يعني أنه الموازنة، أي موازنة اسمها موازنة لأنها تقديرية، في نهاية السنة بعد أن تطبق كلها تتحول إلى ميزانية. طيب إحنا في كل هذه السنوات وإحنا عندنا ممثلي الشعب اللي هم يمثلوك ويمثلوني يجلسون في البرلمان، ما سمعنا واحد منهم طلع تكلم عن حسابات ختامية. لأنه أنت في نهاية السنة تأتي بأرقام، وفي بداية السنة لديك أرقام. من الحكمة بمكان أن تجلس فتقارن هذه مع هذه، هل فعلا مشت مثل ما مقرر لها؟ أين الاختلاف؟ الاختلاف صعودا أو نزولا؟ والعجز اللي ذهب وهل حدث فعلا؟ وكم استثمرنا؟ يعني لما يصرح كان وزير التربية خضير الخزاعي، صرح مفتخر أنه هو أنفق 30% بس من موازنة وزارة التربية، وال70% رجعها. وين راحت الفلوس؟ ال70% رجعت وين؟ 70% ترجع وأولادنا يجلسون في مدارس طينية؟ هل هذا معقول؟ هذا العراق اللي كان في بدايات القرن الماضي عند خريجين يحملون درجة بكالوريوس، وقت اللي كانت دول الجوار كلها تعج بالأمية. احنا بالعشرينات من ذاك القرن عندنا خريجين، الآن أطفالنا وإحنا ثاني احتياطي نفطي في العالم يجلسون في مدارس طينية؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. يعني هنا القضية. فلو كانت هنالك حسابات ختامية لكانت يابت وزارة التربية إحنا نطيناك هالقد، أنت أنفقتي هالقد، وين ذهبت هاي الفلوس؟ وإذا رجعت ليش رجعت؟ وإذا رجعت وأصبحت مدورة في السنة الثانية، طيب هذا هالسنة ما نجح بها، السنة الثانية عندما تذهب يجب أن نقول للوزير أنت ما نجحت في الاستثمار، هالسنة يجب أن تنجح في الاستثمار. أنت ووزارة الإسكان ملزمين أن تبنوا مدارس، والأمر يسري كذلك على المستشفيات، الأمر يسري على تبليط الطرق، الأمر يسري على المياه. يعني بلد في نهرين
تجف النهرين وما حد مدبرها، لا كري انهار، الناس ما يتعطش، الناس ما يتعطش. اليوم اشوف انه النازحين اللي رجعوا الى مدينه الرمادي يحيلون بماء صالح للشرب، هل هذا معقول؟ هذا كله يدل على مؤشر واحد، سوء الاداره الحكوميه. جميل جدا، احنا ننتقل الى فاصله ثم نكمل. احبتي الكرام، مستمرين معكم في ضيف سامره مع الدكتور سلام سميسم بعد الفاصل. مره اخرى احبتي الكرام، مرحبا بكم مع الخبيرة الاقتصادية دكتورة سلام سميسم، مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا فيك مرة أخرى. أهلا بكم، أنا سعيد باللقاء فيك يعني، وأيضا مستمتع بالحديث. العفو، موضوع اقتصادي وهكذا. الله يخليك. لكن قرأت عنك أنك وجدت اسمك في سجلات الفارين من الخدمة العسكرية. أي نعم، أي تعرف دكتور، وأنت جنابك مختص في اللغة العربية، صيغة فعال صيغة مجازية. نعم، فأنا والدي رحمه الله أصلاً هو دارس وكان عايش في بلاد الشام. بلاد الشام اسم سلام هي خاصة سورية، للنساء أكثر ما هو للذكور، عكس ما عندنا في العراق. نعم. فهو لما رجع أنا البكر من الزوج قال لهم أسميه سلام، قال له ليش ما أدري شنو، احتكموا القرآن طلع سلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حياة، فأصار سلام، سميت سلام. ظلت هاي المشكلة تواجهني في أي مكان، عبالنا ولد اسمك صحيح سلام ما اعرف شنو، الى حد ما وصلت في رابع كليه، وكانت قد مضت سنه على القادسيه والمرحله مجتده في التحاسب على الذكور وعلى الخدمه العسكريه، وهذا كان تعيين مركزي. طلعت اول وجبه تعيينات اسمي ما طلع، انا قاعده في البيت. طلع الدور الثاني فقلت ما معقول هذا يعني اسمي ماكو، ذهبت الى الكليه واجد اسمي ضمن الطلب الذكور ورايح الى دائره التجنيد. رحت للتجنيد معي كتاب من الكلية، ورد سهوا اسم الطالبة سلام عبد الكريم ضمن أسماء الطلبة الذكور. ما وعني ضابط التجنيد قال لا كذب. أين أستاذ؟ أني صدق سلام. قال لا، هاي محاولة لتمرير واحد أفرار. الله يخليك، هذا صورة، هاي صورة شهادة الجنسية والجنسية. قال كلية أنت تدرسين فيها 4 سنوات وصورتك محطوطة بالاستمارة اللي تمليها ومع ذلك غلطون؟ لا هاي كذب، أنت دا تزورين. وصعدة ونزلت 3 أشهر وأنا جندي أفرار، لا اسمي بتعيينات ولا اسمي. فكانوا حتى في البيت يضحكون يقولون سنفاجئ الآن بقوة تقتحم الدار للبحث عن الأفرار سلام عبد الكريم. فهي من ميزات الاسم، ولكن هو بعدين يعني صار عادي يعني هنا أنا أجد في الأردن كثير من الفتيات اسمهم سلام، بس يبدو في العراق نادر شوية. نعم نادر. هذه نعم. بقت إلى الآن تعاني من هذا مشكلة الاسم؟ طبعا حطي لها وسلام وخلاص. لا لا، سلام أحلى من سلامة. يعني وطبعا هو في اللغة العربية كل شيء يختلف يعني، فظل أنا حسيت بي يعني أنا أكو تطابق بيني وبين الاسم، أحس بي بعد في ميزة، هذا ميزة ذاتية صارت. جميل جدا. طيب يعني أنت كنت تعملين في رئاسة الوزراء وكخبيرة وإلى آخره، نقولها بالعامية، جابك على الانتخابات والسياسة ورشحتي، منو أقنعك؟ يعني أنا كنت يقنعوني أنه أنا اقتصادية أنه ممكن أن أمارس دوري بما أحلم أن ممكن باللجنة المالية يعني أحلم بأن يكون لي فد بصمة من خلال وجهة النظر الاقتصادية اللي أحملها، لكن يبدو أنه بالمعمعة هاي أصواتنا ما تسمع، ضجيج وضوضاء. أقنعك أحد شخص يعني مقرب؟ يعني لأنه أنا في أوساط قريبة من السياسيين أو أشوفهم وكذا، وأنت امرأة وأنت كذا وإحنا محتاجين امرأة هاي، لكن في الحقيقة بعدين مع شديد احترامي للنساء اللي صعدوا ما شفت، بالعكس آخر ما ينظر إليه هو الكفاءة. ليش؟ لأن ماجدة التميمي بنت عمنا في اللجنة المالية ولها صوت يعني وتتكلم ودائما تشوف. صحيح، ولكن هي المرأة ليست اقتصادية، مع شديد احترام بيها وزميلتي من البكالوريوس وإحنا في كلية واحدة أيضا وجيران في المنطقة أيضا. بس هي بنية أخي، خرجت قسم الإدارة العامة وبعدين اجتي، ولو ما دعم التيار الصدري ما تصعد هي. طيب انت رشحتي ما فزتي بالانتخابات؟ اي لم ادعم، حتى الجهات اللي رشحت وياها لم ادعم. انت رشحتي مع المجلس الاعلى؟ نعم لم ادعم. المواطن ينتصر؟ اي المواطن ينتصر، وعندي علاقات جيده بهم واحترمهم، احترم سيد عمار وعندنا علاقات عائليه انا وياهم واحترمهم من هذا الجانب ايضا، هم اولاد مرجعيه وهم يعني يكفي فخر انهم آل الحكيم، لكن لم يدعموا سلام. دعموا الكثيرات لم يدعموني،
فلذلك أقول لك آخر شيء هو الكفاءة. آخر شيء من رشح وياك من النساء في النجف؟ ما أريد أجيب أسماء. لا بس لا اللي في اليوم بالبرلمان موجودات من؟ دكتورة باندوش. نعم طبيبة عبد الرضا. أي 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 طبيبة، بس أنا لا أعتقد أن نحن بحاجة إلى طبيبات غيرها من النجف، فقط هي بس هي من النساء. لا هم أكو كثيرات، لكن هو لأن المقعد اللي إلهم صار واحد فقط، امرأة واحدة ورجل. كم صوت جبتي تذكرين؟ هاي الأصوات لا أرد الكلام فيها لأني أشكك في نزاهة كل الانتخابات. ما هذا شيء معروف. أي لأنه أنا ما أبلغت فيه عن مدينة النجف أكثر من 1500 صوت، تطلع لك 140. لا يعني أنا عندي إحصاءات رسمية، فلذلك لما تكون هيك وتشوف غيرك إذا هي كل عملية غلط وكلها مشكوك فيها. حتى صار عندك ردة فعل في نفسك يعني؟ لا ليست ردة فعل، أنا أكو فد مسألة أقولها دائما يعني، وأكيد دكتور جنابك حاس فيها. العلم يعطي شعورا بالشبع للإنسان، أنا شخصيا أعطاني هذا الشعور. لا أحس أنني يعني أحتاج إلى زهو إلى جاه، العلم يسد هذا الشعور في النفس. أنا لا أبحث عن جاه فتعطيني إياه السياسة، ولا أبحث عن مكسب هذا. يعني هنالك يقال حديث نبوي، ولكني لم أكتشف أنه مثل ما نقول إحنا توكيد الحديث، وهنالك من يقول أنه حديث قدسي لا أعرف صحته. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه في العلم. ولذلك أنا ما حصلت من العلم لا أعتقد أن هنالك شيء ما أعلى من ذلك. شنو هو راح تعطيني السياسة؟ ليست أكثر من دكتوراة الاقتصاد. أنا كنت أعتقد أني سأجد موطئ قدم أخدم به بلدي وأخدم به ناسي، لم يعطوني الفرصة أن أجد هذا الباب، إذن من الممكن أن أخدم الناس في أبواب أخرى. التقيت بسيد العبادي خلال هذه الفترة؟ لا أبداً. يطرح مثلاً مع العلم أنا أعرفه شخصياً، وأيضاً طالعة في برنامج كبرنامجي كهذا كنت أنا المحاورة وهو كان ضيفي. نعم جميل جداً. في برنامج حوارات اقتصادية في قناة الفرات، وكان هو رئيساً للجنة المالية. نعم كان رئيس لجنة مالية. لكن دكتورة يعني ما كان فكرك أن تقدمين دراسة أو خطة اقتصادية للسيد حيدر العبادي للخروج من هذه الأزمة السياسية اليوم اللي يمر بها البلد؟ أنا أكتب بالإعلام، كيف يمكنني أن أقدم أي ما أقدمه؟ من يضمن لي أنه سيصل للسيد العبادي؟ ما بيه شو تسوي، طلبي منه لقاء وإني أعرفك شخصيا. والله حاولت في أكثر من مرة لم أوفق. يعني ليش ما تحاولين الآن أيضا؟ أنا موجودة ومن قناتكم أنادي السيد العبادي، يا بذا تريد أي شيء أنا متطوعة للمساعدة. يعني على الأقل الورش اللي سواها ودعا من هب ودب لم يفكر في دعوتي وأنا كنت في بغداد. هو يعني هو مدير مكتبة لا أعرف، لكن يعني هو اقتصادي أيضا. دكتور العبادي مهندس وليس اقتصاديا. لماذا هو كان يضع ميزانية؟ كان في اللجنة الاقتصادية أعتقد. كان سياسيا، كان رئيس لجنة، كان سياسيا. هو مهندس والرجل وزير اتصالات، وهو اللي يعني جلب نقول شركات الاتصالات وهاي الهواتف المحمول إلى العراق، وهو مهندس. فإذا ما مفكرة أو لم يطرح عليك الموضوع؟ لا أنا أفكر في أي موضع يتطلب العراق أن أخدمه أنا حاضرة. جميل، أخدم بلدي. جميل. لكن بعد ما رشحت الانتخابات ولم تكوني عضوة برلمان، وين توجهتي بعدين؟ أنا موظفة متقاعدة وظليت موظفة متقاعدة. الآن أسست موظفة وليست خبيرة متقاعدة. لا لا لا، موظفة متقاعدة، لا أهش ولا أنش مثل ما يسموها. ظليت الآن أحاول أن أشتغل على مجال الاستشارات الاقتصادية في مجال القطاع الخاص، ليس لا أكثر ولا أقل، وبعض المساهمات الإعلامية من هنا وهناك. أنت قلت يعني أنت عندك هواية بالسياسة رقم أنت اقتصادية صح؟ إيه، لأنه أنت لا يمكن لك أن تترك السياسة. السياسة هي التي تحدد الاقتصاد، ولذلك لا يمكن. أتعجب من الناس الذين يقولون أن الاقتصاد
ندرسه بمعزل عن السياسة، لا يمكن ذلك. الاقتصاد والسياسة قرينان، ولا يمكن لك أن تكون اقتصاديا حقيقيا ما لم تكن مستوعبا لكل التغيرات السياسية التي تجري. جميل. لكن الآن القرض صندوق النقد الدولي، نعم، اللي أعطاه للعراق، تعتقدين هذا يشكل عبء إضافي على العراق؟ طبعا طبعا، العبء لن يكون الآن، العبء سيكون للأجيال المستقبلية. من سيدفع ثمن ذلك هم أولادنا وأولاد أولادنا. يعني الآن، يعني الآن لا، برأيك الآن ماكو لأطفالنا بعد ماكو مستقبل في العراق؟ لا لا تقل ليس هنالك مستقبل، مستقبل موجود، مستقبل ولكن دراسي كذا، لكن المالي الاقتصادي حتى هذا يعني موجود بالتحكم بإدارة هذه الأموال. المؤسف جدا أنك تأخذ هذه الأموال لكي تدفع مرتبات، ومرتب لعلمك هنالك شيء تمت الإشارة إليه ولكن لم يسلط عليه الضوء كافيا، أنه كمية كبيرة بما يعادل نصف هذا القرض ستذهب إلى شركات النفط كغرامات يعني مسجلة على العراق. عندما بدأت شركات النفط الآن تطالبنا بهذه الغرامات، لم يكن لدينا يعني احتياط نقدي عند الدولة، يعني سائلة وليس الاحتياط النقدي عند البنك المركزي، لم يكن لدى البنك لدى الحكومة العراقية كمية كافية من الأموال كي تسدد هذه الضرائب نقول الغرامات. تسألني لماذا الغرامات؟ الغرامات هي إحدى النتائج السلبية لعقود التراخيص غير الكفوءة التي أبرمها العراق، وهذه مأساة. أنت حذرتي في وقتها من هذا؟ نعم، في وقتها. نعم، أنا حذرت من كثير من المسائل، ولكن لا تؤخذ، ولست أنا فقط، أنا الآن ضمن جزء من شبكة الاقتصاديين العراقيين اللي هي منتشرة في كل أنحاء العالم، تضم أساتذتي، ولي الفخر أن أكون فيها، لأن اللي فيها خبراء نفطيين وخبراء اقتصاديين درسوني سابقا. هؤلاء تصور أنهم على ما يزيد عن 75 اقتصادي عراقي عرضوا أنفسهم أن يتطوعوا مجاناً لتقديم استشارات اقتصادية للحكومة العراقية ورفضت على مر هاي الوزارات. ليش رفضت؟ أنت لديك سبب ممكن ما تريد تقولينه على الهواء؟ لا 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 أبداً، ولكن لا أعتقد، لأنه هنالك أعتقد أنا يعني ثلة شبه مافيا. لكن أنا عندي سؤال مهم، أن من يضمن أن الأموال اللي انطاها والقرض اللي انطاه صندوق النقد الدولي راح يسلم من أيدي الفاسدين المافيات على قولتش؟ هل سيتم استثماره؟ لا، لن يتم استثماره. هو هاي الكارثة الاقتصادية اللي أنا ذكرت لك إياها، جزء منه يذهب إلى شركات النفط والجزء الآخر سيدفع مرتبات. إذن هو لن يدفع، يعني أنا ما راح أخذه حتى أبني بيه مصانع، ما أخذه حتى أقوم بيه جهازي الإنتاجي، أنا أخذته حتى أدفعه. ولما تدفع مرتبات معناته راح للاستهلاك، ما راح للاستثمار. طيب كيف سيسدد؟ سيسدد على أمل أن تتحسن أسعار النفط وتعطي، معناها أنت رهنت النفط مقابل صندوق النقد. وإحنا خلينا نتذكر فتشي إنه هذا عليه، طبعا هذا عود أحسن من القروض الأخرى، هذا لأن عليه نسبة فائدة قدرها 1.5%، يعني ربوية. طبعا ربوية. لا أنا لا أتحدث عن اقتصاد إسلامي، هذا لا ربوي، ربوي وفائدة مركبة. يعني إذا كنت تأخذ 100 ففي السنة الثانية ستصبح 101.5، والفائدة تكون على 101.5 في السنة الأخرى. في السنة الأخرى 1.5 هذا يعني شروط استثنائية، يعني فائدة قليلة، لكن هنالك قروض فوائدها أعلى من هذا الشيء. جميل. لكن من كلامك إذن إحنا اليوم أمام مشهد اقتصادي عراقي معقد متشابك ومنحدر. منحدر. نعم. شون الحل؟ الحل يجب أنه نعيد لملمة البيت العراقي والموارد العراقية، ونعيد النظر بالسياسات الاقتصادية. واحدة من هذه الأشياء سياسة الأجور والرواتب المدفوعة للدرجات الخاصة. هل تعلم دكتور أنه إحنا ننطي لأعضاء مجلس الحكم
ولأعضاء الجمعية الوطنية وبرلمانيين، والآن البرلمان يعني ذولا أعضاء مجلس الحكم أي. إلى الآن يأخذون راتب؟ إلى الآن، واللي متوفي منهم ورثة يأخذون 100 مليون راتب الشخص. 100 مليون عراقي. عراقي. فأنا مرة حسبتها وكتبت وناديت حتى السيد العبادي، قلت له ما نقول لك اقطع تقاعدهم، رجع لهم التقاعد ولكن نعطيهم وفق قانون الخدمة المدنية كأي موظفين آخر. الآن هم غير ليسوا وفق قانون الخدمة المدنية؟ لا طبعا، هم درجات خاصة ومدراء مكاتبهم وحماياتهم، هاي كلها أعباء على الدولة. رجعهم وفق قوانين الخدمة المدنية وأخذ الامتيازات من المتقاعدين، نعطيهم تقاعد بس تقاعد اسمي، ثق بالله من الفضلة هذه ستتمكن من سداد رواتب موظفي الدولة كلهم من فضلة هؤلاء. اي التصريح خطير. اي طبعا. دكتورة نعم. يعني تصريح خطير فعلا. انا قلتها في الاعلام قبل فترة وبعدين سمعت انه وصل الى الرئاسة وايضا بلشوا ياخذوا. جميل جدا، باقي لنا دقائق لكن هذا سألك اسئلة مهمة. نعم. انا قريت اسمك ضمن اللجنة اللي اختارت الوزراء التكنوقراط. نعم. شلون اختاروك؟ من اختارك؟ احنا والله بلغت، انا اتصل في الدكتور ريال الاسدي، بلغني انه هنالك ورشه ولقاء لنقول شخصيات عراقيه من مختلف الانتماءات والتوجهات، وفعلا لما رحت هناك لقيت انتماءاتنا توجهاتنا وظائفنا مختلفه. لذلك وضعنا معايير اهمها الكفاءه المهنيه، الكفاءه العلميه، عدم الانتماء لأي حزب أو حركة، لم يكن قد شغل منصب وزير أو وكيل وزارة أو سفير، لأنه هذا يكون قد جرت عليه عملية المحاصصة. وهذا أنا في وجهة نظري أي شخص كان ضمن هذه الدرجات وحتى كل الدرجات الخاصة فهو جزء من منظمة الفشل التي أدت إلى تقهقر الوضع العراقي. جميل. ولذلك إحنا أفتخر أنه الأسماء التي رشحت هي أسماء المرة الوجبة الأولى؟ هي نفس الوجبة. إحنا الأولى ولا الثانية؟ لا لا، هي نفس الأسماء، إحنا قائمة انطيناها بقى هم ساعة يسوون أولى ساعة يسوون ثانية. وعلى فكرة لم يختاروا من أسماء المقدمة لهم من عندنا غير اسمين. من؟ وزير للصحة وزير علاء الدشار. ايه؟ الدشار الكهرباء. الكهرباء لا مو احنا. بس دكتور علاء مبارك من اللي هو كان رئيس جامعة النهرين، وأيضا وزير للعدل ولم تجري الموافقة عليه، وهذا أيضا رئيس استئناف ومستقل وقاضي نزيه. احنا من اختاره يعني. انتم رشحتوا الجبوري دكتور صالح علي الجبوري الى اللي وزير التربية؟ لا لا، احنا وفاء المهداوي انتم رشحتوها؟ لا، وفاء المهداوي هي اصلا جزء من لجنة العبادي. من لجنة العبادي؟ هي جزء باللجنة ورشحوها. عبد الرزاق العيسى هو أيضا باللجنة وترشح. لجنة ماذا؟ لجنة العبادي. العبادي هم؟ أي. العبادي شكل لجنة وسيد مقتدى مقتدى. إحنا من البداية اشترطوا علينا أن لا نرشح أنفسنا. نعم. ممنوع نحن نرشح ولا نرشح، هاي قضية. هذه قضية مهمة. يعني عبد الرزاق العيسى اللي كان وزير التعليم العالي هو ضمن لجنة العبادي ورشح نفسه وزير. نعم. وفاء المهداوي ضمن لجنة العبادي ورشح وزير. أمل القاضي أنتوا رشحتوها؟ لا، هذه بعدين ضمن المحاصصات أحمد السياسية. أحمد الجبوري وزير الدفاع أنتوا رشحتوه؟ لا. كثير أسماء كانت يعني. هاي فرضت المحاصصات السياسية، رجعوا للمحاصصة. إذن أنتوا لم يعتد في لجنتكم؟ أي، أخذوا بس اثنين اللي هو وزير العدل وبعدين ما طبقوا وزير الصحة فقط. فقط أي. والآن كان على أساس، وإحنا أفتخر أنه القوائم اللي حطيناها قائمة عابرة للطوائف، عابرة للانتماءات السياسية، تشترط الكفاءة وفيها مكونات الشعب العراقي كلها. لأنه أنت لو فعلا طبقت هذه المعايير، يعني فيها نساء، فيها رجال، فيها إسلام، فيها غير مسلمين، يعني مسيحيين، يزيدية، صبة، سنة، شيعة، أكراد، عرب، تركمان، أحلى شيء أنه الكل اعترضوا عليها، حتى الأكراد قالوا هذول الأكراد اللي أنتوا جايبيهم ما يمثلون. عجيب. تعتقدين أن العبادي سينجح في مسألة الإصلاح والتكنوقراط برأيك؟ لا، لن ينجح. ليش؟ لأن ما اختار من لجنتكم؟ لا، لأنه يخضع لاختيارات حزبية.
لا يمكن له أن يتجاوز الحزبية. هذه الفترة أثبتت أنه الدكتور العبادي مع شديد احترامي له وهذه نقطة تضغط عليه لم يستطع أن يتجاوز الحزبية. لو كان قد تجاوز الحزبية لكان قد مضى في برنامجه الإصلاحي إلى آخر شوط. نعم جميل جدا. يعني برأيك الأسماء اللي قدمتوها راح تظهر مرة أخرى؟ نعم. عندك معلومات يعني سرية؟ لا لا بس أنا واثقة أنها ستظهر لأنها أسماء كفؤة وفي ساعة ما عندما يشتد الخطر سيلجؤون إلى هذه الأسماء. إلى أسماءكم. نعم. لكن دكتور حنان الفتلاوي كانت معترضة على الأسماء ومعترضة على اللجنة كلها. لها ما تريد. منو كان أعضاء اللجنة وياك؟ الشيخ سامي عزارة الماجون رئيس اللجنة، أنا موجودة يعني بتواضع، دكتور عامر حسن فياض في السياسة، الأستاذ عندنا عامر غازي صخي من التربية كان مدير عام مناهج في التربية ومستقيل، كمال عمر نظمي أيضا دكتور جامعي من كردي ومن السليمانية، القاضي آسو من السليمانية أيضا، القاضي الدكتور سامي المعموري، القاضي محمد حسين من كربلاء، الدكتور أسعد الجنابي أيضا أستاذ جامعي في كلية الطب، الأستاذ القاضي المتقاعد هو هذا قاضي المحكمة العليا كان عبد القادر الحمداني. بعد عندنا يعني أسماء ضخمة جدا. ولكن لم يعتد في أسماءكم اللي رفعتوها. هذه مسألة اعتدت على رئيس الوزراء أو صار بين السيد مقتدى ورئيس الوزراء شيء لأنه ما أخذ أسماءكم. إحنا اللي قال لنا يا في إحنا التقينا السيد مقتدى الصدر بين لنا شيء إنه أنتوا تكلفون الآن بمهمة مهمتكم الشرعية تكليفكم الشرعي أن تؤدوا هذه الأمانة بدون أي ضغوطات. وواجبكم ينتهي عند كتابة الأسماء وفعلا احنا كتبنا الأسماء سلمناها دزيناها في مغلف بيت شخص استلمها مكتب سيد مقتدى حسب ما عرفنا بعدين جرى تدقيق هذه الأسماء ضمن هيئة النزاهة لأنه قالوا إذا وجدنا أي شخص عليه شائبة في قضية نزاهة أو استدعاء يستبعد هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة فتم بالعكس وجدوا أنه كل الأسماء اللي إحنا رشحناها يعني الحمد لله والشكر خرجت من هذه الفلاتر فما عليها أي شيء وهي ولا أي غبار الحمد لله والشكر. جميل سيد مقتدى يعني أنتم لم تمارس عليكم ضغوط؟ لا فعلا أبدا 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 ما حد خابر في تليفون كتبت على الواتساب؟ لا 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 أبداً. بالعكس لا لا بالعكس بس بالعكس أنا كنت أكو ناس آخرين أنا كنت يعني أركض في سبيل وأسعى للحصول على سيارهم الذاتية كنا العجيب وهاي دائما نشوف أولا نحن رفعنا الشعار داخل اللجنة طالب الولاية لا يولى يعني الشخص اللي كان يجينا ويجيب السي في ويقول أريد أصير وزير ما كنا نسويه وزير كنا نستبعد السي في بإجماع اللجنة في حين الأشخاص الذين يعرضون عنها نعرف أن ذولا ما عندهم أطماع دنيوية شخص معروف كفوء نزيه ولكن ما يريد منصب هاي دليل انه هذا الشخص ما يريد يتورط ب هذا الوضع أدران الدنيا خلينا نحكي بهاي الطريقه أدران الدنيا أدران الدنيا جميل جدا يعني في النهايه انا دخلت من باقيني دقيقتين نعم. انت طباخه ماهره يقال انا اتصور انه يعني طبخك كظماوي عظماوي كل شيء اولا نجفي انا طبعا هاي هويه موجوده النجفيه في الاكل لكن اكو مساله مهمه انا اقول لهم لكل مقام مقال انا لما اكون في البيت انا ام وانا ربه بيت فاولادي لما يجوعون ما راح اقعد اطعمهم مقال وبعدين مثلا من يردون يدعون احد انا اصر انه كل الاشياء اسويها في البيت ما تجيبين من مطعم لا ابدا ابدا والمعجنات اكثر اكله تتقنيها والله اكثر اكله واللي كانوا ينتظروني بها اولادي واصدقائهم هي القيمه النجفيه يعني طلبش قيمه نجفيه ان شاء الله وبعيوني تشرفوني الله يحفظك شكرا سريعا سلام اسمي اسم كلمتين انا اشكر قناه سامراء قبل لا تشكرين اريد توصفين نفسك بكلمتين من محاربه أحمل سيفي لوحدي لوحدك؟
احنا وياك ان شاء الله الشرف. احنا قناة سامرة كلها وياك. الله يحفظك. جميل. امنيتك بس يكون خارج السياسة وخارج الاقتصاد. امنيتي ان ارى اولادي قد وصلوا الى بر الامان. اولادك امل؟ امل وهاشم وبتول. بتول اصفيهم كلمات. يعني هم الحصيلة الحقيقية للحياة. بس نعم. هاي أنا أحس حصيلتي بالحياة بس أولادي. جميل جدا. الكاظمية بكلمات. الكاظمية هوى الروح. النجف بكلمات. جذوري ومردي. جدتك بكلمات. العمود الذي أتكئ عليه. إلى الآن؟ إلى الآن في ذاكرتي والعادات والتقاليد وكل شيء. جميل. وأحس بدونها أنا لست أصيلة. لا إن شاء الله أصيلة. شكرا. الدكتورة سلام اسمي اسم الخبيرة الاقتصادية والمرأة العراقية القوية. العفو. والخبيرة الاقتصادية والمميزة من النخب النسوية العراقية. العفو. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الذي لا تنقصه الصراحة. أشكركم وأشكر سامراء وألتمس من الأعزاء في سامراء الدعاء إذا ما شاهدوني اليوم. جميل. شكرا لك. شكرا. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نلقاكم بإذن الله في ضيف سامراء أسبوع المقبل. ذلكم حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.